السلام عليكم، كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ بخير. انا اختي بغيت نقول لك، انا الناس اللي جربوا الديتوكس انا جربته صراحه، لقيت فيه واحد الخير كبير اللي ما عمري كنت كنتوقع راسي غادي نلقاه في شي برودوي اخر. انا جربت الريجيمات، جربت الريجيم ديال الطبيبه ديال التغذيه هنا في اوروبا، كنقص 500 غرام 400 غرام في السيمانه، يعني بالكثير شي شهر الا وصلت فيه 2 كيلو راه لاباس عليا. كنت كنمشي بواحد الريتم بحال السلحفات، وما كنتش راضيه على راسي لان الطبيبه كانت كتعطيني ناكل كلشي غير كناخذ بالجرامات. كنت كنقول انا مثلا منطقي نقص شويه الماكله، نقص غير الكميه باش نطيح، ولكن اون فوا كنقطع الريجيم او لا غير مثلا كتجيني غير الحيض كيتخربق ليا كلشي كنعاود نغلط. كنت كنلقى هذا المشكل كبير. جربت ريجيمات كنديرهم غير على يعني على راسي على هوايا انا، وما كنلقاش النتيجه اللي بغيت صراحه. كنت انا كنوقع لي مشكل، انا كنت كناخذ الهرمونات بزاف باش نولد، نفخت اكثر من القياس، كنعاود ندير ريجيم نفس المشكل، غير كنقطع واحد شويه ريجيم كنعاود نغلط. نهار تعرفت عليك اختي ونهار سمعت هذاك الخير اللي كاين في الديتوكس كنقول انا وما يمكنش كاع هادشي كله كاين في هاد الديتوكس، والناس شايفينو، والناس كيعانيو من سمنه كبيره. انا مازال كان فيه 80 كيلو، ناس يعني كاين اللي كيوزنوا اكثر مني، كنقول اه معقول هادشي كله كاين في هاد الخير والناس ما يعني ما تبعوش وما استافدوش منه. كنقول ربما داكشي احلام صراحه. في الاول كنت كنقول واقيلا هادشي غير الكذوب، غير الماركتينغ، غير كل واحد باغي يبيع سلعته. واخا قنعتيني وشفت ناس اللي كتر مني اللي كان فايت دايرين ديتوكس، ويعني شفت هذيك التصاور قبل وبعد، بقى عندي شك. غير وانا من طبيعي كندير واحد المساله، فيما كنكون غادي نتعامل مع شي حاجه جديد او لا غادي نشوف شي حاجه جديده اول مره غادي نعرفها كندير صلاه استخاره. وكنت قلتها لك الا عقلتي، قلت لك واخا انا غادي ندير صلاه استخاره ونشوف ربي شنو غيسر. فعلا درت صلاه استخاره وقلبي اطمن وقلت يلا، ومع ذلك بقى عندي واحد شويه تخوف. دخلت قلبت في الانترنت وتعرفي ديك الساعه انا كنت ساكنه برا، سولت هنا في اوروبا على لي برودوي، لقيتهم انهم مصادق عليهم حتى من وزاره الصحه هنا في المانيا، في بولونيا، في ايطاليا، في فرنسا، يعني اي دوله اوروبيه او لا غربيه ما كتدخل هذا المنتوج لقيت حتى كتصادق على وزاره الصحه. قلت اذا ستوب، انا عارفه هنا الاوروبيين والناس كلهم عارفينه، الاوروبيين ما يمكنش يدخل شي برودوي للبلاد ديالو للشعب ديالو بلا ما يكونش صالح. يعني هذه خلاتني نطمن اكثر، والحمد لله قلت يلا غادي نجرب. جربت وكان زعما صراحه كنقول لك الله يجازيك بخير، هذا الخير اللي درتي فيا الله يخرجوا لك في ولادك، هادشي اللي كنقول. لانه فعلا وصلت لواحد المستوى اللي ما عمري حلمت نوصل ليه، رضي فعلا، وليت راضيه على نفسي. انا كنت كنلبس في السروال 46، وصلت ل 80 كيلو بكثره الهرمونات اللي خديت. انا كنت كنوزن ما بين 66 70 72 الماكسيموم، وكنت كنوزن يعني هذا الوزن، وكنت كنلبس 46 في السروال لان عندي المشكل لتحت. فما صراحه كانوا معقديني الدار، فين ما نوقف يقول لي عافاك ونزلي عندك ديري بالك، جبدي القميجه اللي لابسه نزليها من اللور راه طالعه راه كذا، كانوا كيقول لي دايره بحال البطه. ملي جربت هذا الديتوكس وعيلي 9 ايام طيحت فيها 7 كيلو، او من 73 لان كنت كندير ريجيمات وصلت 73 75 76 كنطلع وكنزل حتى تفيكتيت في هذيك 73. ملي درت الديتوكس وصلت ل 66 كيلو في 9 ايام. من بعد انا قلتها ومازال كنقولها لاي واحد كيسوني على ديتوكس كنقول لي غير خذو، يعني بتجربه شخصيه، حيت الناس بزاف من يسولين درت انا منين ضعفيت بهذاك الشكل الملحوظ، الناس بزاف كيقول لي شنو درتي. انا كنت معقده كنقول راه مستحيل غنضعف، مستحيل غنرجع نلبس 40 ولا 42. الحمد لله راه وصلت كنلبس دابا 40 في الصمطه في سروال، الحمد لله. ما عمري كنت كنتوقع راسي نرجع لاطاي اللي كانت عندي في 20 وفي 26 عام. قلت بان هاد ديتوكس هذا الناس سولوني عليه بزاف، اشنو كيفاش درتي تضعفيتي؟ لان من بعد ما كملت داك 60 كيلو كنقول بان هاد الديتوكس كيربي، انا بعدا رباني، لان النظام الغذائي كله اللي كنت ماشيه عليه من قبل طبعا لان كان نظام غلط 100% كله حيدته، رباني، اقتنعت انني فعلا ذاتي تنقات من الداخل. اذا ما بقاش ناكل اي حاجه، كيف ما كيتعجبني راسي ملي كنمشي للحمام وكنحك ونجدد الخلايا ديالي من على برا، فعلا كي كتقولوا فعلا ديتوكس تجديد الخلايا، لان فعلا حنا كنعومو كنحكو كنجدوا الخلايا ديالنا من برا، اما من الداخل ما كناش كنهتموا بها. هاد ديتوكس منين عرفت انني نقاني اقتنعت بي انا بالمنطق، عاد التجربه اقتنعت بي منطقيا ان فعلا غسل لي ذاتي من الداخل، غير ديك السموم اللي شفت انا خرجت مني راه فعلا داكشي باز. منين نقيت ذاتي من الداخل راه قلت ما يمكنش نبقى ناكل اي حاجه، قلت انا كيف ما كنمشي للحمام وكنجي نقيه وقلتها لكم وكنعاودها اختي كنقول
انا عطيت تشبيه بحال لا مشيت الحمام وجيت للدار، قالوا لي الدار، قالت لي الوالده نضي سوسي واحد الزربيه ولا موكيت، كنقول لها راه مستحيل غادي نسوسو من غبر راسي وانا يلا تنقيت. انا من هذا المبدا خديته على ذاتي، ما يمكنش بقى ناكل مواد اللي فيها سورتو الكونسيرف، لان احنا عارفين تيكون فيه مواد حافظه، الحليب ديال هذا اليو اتش تي كيكون فيه مواد حافظه باش كيبقى محافظ على راسو بلا ما نحطو في الثلاجه، المقلي المناضه بزاف ديال التخربيق انا بعدت عليهم. وفوق هادشي وهادشي كله الحمد لله من بعد ديك السوسي وصلت ل 61 كيلو، رجعت كنلبس الام في القميجه، ما كنتش كنلبس الام الفوق، رجعت كنلبس الام. وفوق هادشي اختي انا يكفي ان نقى لي ذاتي ونقى لي الرحم ديالي حتى ولدت الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كان سبب انا تنقول ونعاودو، كان شحال من وحده كنتلاقى بها مسكينه مازال ما حملاتش، كنقول لها سيدي جربي ديال فوريفر، سيدي خذي الديتوكس ديال فوريفر، لان ما كاينش بحاله. انا بفضل راه فوق ما انني نزلت تقريبا 12 كيلو ولا 13 كيلو، راه فضل اللي عطاني ربي بسببه انني ولدت هذه البنيه، راه ما عمره ما يتنسى. سيري اختي الله يجازيك بخير، الله يكمل لك كل ما كتمناي، الله يجعلك الخير في ولادك. هادشي اللي غادي نقول، لانه باش ربي يرزقني بذريه من بعد تقريبا 5 سنين ديال الزواج، وجربت شحال ديال الهرمونات اللي خديت اللي خربوا لي حياتي وداروا لي كيس بزولتي و و و و وبسبب ديتوكس الحمد لله ما بقاش عندي بزاف ديال الحوايج. وماشي غير انا، لان حتى واحد السيده راه كانت خداتو من عندك وتلاقيتها كاينه في الطاليان، راه كان عندها الكبده في الشحمه، هذيك الشحمه مغلفه ليها الكبده، ودارت هذيك الديتوكس في الطاليان، هيايا ساكنه تما دارته، وقالت لي ما بقاش عندها بالمره. زعما الله يجازيك بخير والله يرحم بها الوالدين. انا كنصح اي وحده خاصه اللي عنده مشاكل ديال الحمل غير ياخذوا، لانك يلقاو فيه واحد الخير كبير. وعرفتي اختي ديك السمنه اللي كانت عندي لداخل شنو كانت دايره ليا، راه الدروج كنت كنطلع نهج، راه منين درت الديتوكس في ديك 9 ايام راه طلعت حتى لويتيام ايطاج، راه تبقى امنه، طلعت على رجلي ماشي في لاسانسور حيت انا تنخاف منه، طلعت على رجلي الحمد لله. ما ديك السخفه والنهجه ما بقاتش حتى النعاس، انا راه كان عندي واحد الارق كبير، راه كنت 2 3 و 4 الصباح وانا باقا كنبني ونريب ونفكر، وبنيت لوطوروت ما خليت ما درت. النهار درت الديتوكس راه في ديك 9 ايام بعدا راه كتوصل ل 10 ونص 11 كنقلب على فين نحط راسي، وفعلا ولا عندي واحد النعاس شحال زوين، 6 سوايع كنوض عادي، اما قبل راه كنت كنبقى نعسه حتى كنخمش بالصباح 9 ولا 10 وانا باقا نعسه. ما الحمد لله، الله يجازيك بخير اختي، الله يوفقك.